اعتقد الحقيقه هو ما لجا اليه السوق احنا ما نستطيع ان نحكم عليه ونقول انه ارتداد او تحسن، لانه هي عمليه انت شفتي بالامس يعني قبلها خسر السوق ضعفي ما ربحه اليوم. نعم. ولكن كما اشرتي وتكرمتي قد يكون البعض يرى انها فرص، يعني ممكن ان خاصه المخطط في السوق او من ينظر اليه نظره اعمق زي المحافظ او اصحاب المحافظ الكبيره او صناديق المستثمره في السوق السعودي او حتى الطريقه السواب او المبادله مع الاستثمارات الخارجيه، فانا اعتقد قد ينظر اليه لانه ينظر على اساس الفندمنتال او على اساس التحليل المالي وعلى ان القيم اصبحت مقبوله، وخاصه بعض انخفاض يعني اكبر سهمين قياديه وهما سابق والراجعي وصلوا الى اسعار بدات تنخفض. انا اعتقد من الناحيه، لكن لا اعتقد من ناحيه استثماريه انه نستطيع ان نقول ان المؤشر بدا يستعيد عافيته، بل بالعكس انا اعتقد ان المؤشر لا زال في خط هبوطي اكثر من خط اعاده، ولكن قد يحصل بين الفتره شو والاخرى. شو اللي بيشجع طيب دكتور عبد الله، شو ما الذي يشجع انه ان يعني هذه المؤشرات انه المؤشرات التنازليه، هل يعني في دلائل معينه انه المؤشر سيذهب في خط تنازلي؟ انا اعتقد المؤشرات واضحه، يعني انت لو دخلتي على اي موقع من مواقع اللي تشتغل في الاسهم او لديها ستجد ان الناحيه النفسيه سيئه جدا، وهذا يعني شيء مؤثر في الاسواق، والاسواق طبعا عمليه الحساسيه عاليه فيها جدا، بالاضافه انا اعتقد لاوضاع عامه سواء على مستوى الاقليم او على مستوى المنطقه ككل، يعني يجعل برضو من الاشاعه لها دور، ثم عمليه أخرى وهي العملية أنا اللي أنظر إليها أكثر تأثير، عملية الاستمرار في الهبوط. أنا أعتقد أنه عملية الاستمرار في الهبوط حتى الأشخاص الذي لديهم الثقة والنية في البقاء أو الاستمرار يبدأ الجزع والخوف يتأثرون فيه. الشيء الحقيقي الذي سيكون إن شاء الله في صالح السوق وفي صالح المتداولين انه انت الان قريب من نهايه العام، ما لم تبقى سوى 4 اسابيع، لان احنا اليوم في اخر تداول لاخر الشهر 11. واعتقد انه تبدا النفسيه قد تتحسن نتيجه عمليه التوقعات للنتائج.